وحش كله جميل. ايش هذا؟ هذه الطيارة. كيف اطير فيها؟ ايوه مين يا اخي؟ مين هذا اللي تقعد علي؟ انا سابولة. ها يا سابولة، ها شو عندك؟ ما شاء الله شيء مؤدب اليوم، تدق علي دائما تسوي لك مصيبه قبل لا تيجي، جاي مؤدب اليوم، تدق الجرس وحركات. والله شكل سابولة صار مؤدب ما شاء الله، والله شكل صار مؤدب ما شاء الله. ايوه سابولة، ايش عندك؟ ابودي. نعم تكلم، ايش فيك؟ كل والله ما تضربني. لا على حسب. وش سويت؟ تكلم ايش عندك؟ لك والله شكلي سوى مصيبه. لا وش سرقت انت الغراب؟ شبرك. لا تبقى بالطياره في بيتي؟ لا والله الطياره مره غاليه. خلنا نردها. وكيف اردها؟ خلنا نشيلها. والله ما ترجع هي. اشيلها؟ ايوه. لا الحمد لله. لا متى ما تكسرت اشوف. ايه لا الحمد لله. ما جاء شيء. والله لا وري لا وري. وش سوي؟ سابول. لا حول ولا قوة الا بالله. سابول وخر. روح. والله انت دائما تجيب مصايب. بختارك وش انا؟ ترى ما راح اكلك يعني اذا سويت مصيبه، بس لا تروح تندس في البحر في النهر. يلا يا سعبولة اسمع، انا مسامحك. احمد ربك ما جاء شيء وبيتي ما جاء شيء، بس للمره المليون تقوم تدق عليه الباب، ما تاخذ الاغراض بسرعه. المهم اسمع، انا ودي اروح، لعشان انت والله زعل، والله حزنتني، لعشان كذا ابغى افرحك ونروح رحله صيد. ايش رايك؟ رحلة صيد. يلا ابغى نروح ناخذ الدبابه الان ونروح البال، اسلحه نشتري من اسلحه وناخذ رحله صيد. دبابي. اي والله سخي سابولة، صار جميل، بس مشكلة انه اي شيء يخرب. يلا يا سابول. خلنا نوقف هنا. يلا سابول، تعال مني. ابغاك تروح تختار السلاح اللي تبغاه. تعال سابول، تعال. هلا والله، السلام عليكم يا عم. ايوه عليكم السلام. هلا حالك يا عم؟ انا اهلا. جبتك سعبولة. المصيبه هذه سعبولة اللي دائما يسوي مصايب، والله لو تدري ايش سوي اليوم. صح، سالفه طويله الزبده. ابغى اشتري بنك سلاح، ابغى اروح اصيد انا وسعبول. شوف جايب دروع، انا جاهز، بس المشكله ايش؟ ونسينا نجيب دايموند. سعبولة تبعك دايموند؟ ما عندي. خلاص يا عم، انا احنا نجيب سيد كالعاده، سيد ونجيب لك الدايموند. نجيب لك الدايموند. تعال. استعاره. اي طبعا، انت سعبول العيش يكون معك المسدس ولا السنايبر. شكرا. ايوه هلا يا عم، ترديتني. اسمع شوف هذا شنو؟ تعال. هذا دائما اشوف انا عندك، بس ما ادري شو السالفه. هذا حليب. كنت حد جاب لي اياه. هذه مهمة صعبة للإنسان الأسطوري. اللي هو أنا رجل ما مات الصعبة، بس يا عم. عبودي الوحيد. يا عمي طيب، كيف أنت يعني طلب لي طلب معقول يعني حليب ملوم؟ كيف بجيب حليب ملوم؟ أنا أثق فيك عبود، أنا أثق فيك. أنت بتجيبه؟ هذا بتجيبه إن شاء الله. بإذن الله أجيبه. خلاص إحنا بنصيد حيوانات، وبحاول بسأل فيه هناك ناس يعرفون، بسألهم ونشوف منين يجيبون هذا الحليب. يلا يعطيك العافية عم، يعطيك العافية. أخذكم السلام. يلا يا سابول، يلا سابول، تعال. فك الباب وراك. ركب معي، خلنا نروح الان نبحث عن الحليب هذا السحري. وطبعا احنا نبغى نصيد. اركب معي. يلا اركب. يلا يا سابول. انا ابغى اشرب الحليب. لا ايش نشرب يعني؟ شوف اذا لقينا كثير نشرب، نجرب. يلا سابول. اوه هذا في نعامه. خلنا نوقف هنا. يلا يا المكان هذا ما حلو، في نعامه. موتي، انتبه، والله ابغى تهجمك يا سابول.
والله بتجيك تنتبه. انا والله انا بسلعفه. وخر وخر يا سلعفه. وشوف شوف في نمر في نمر في نمر. خلنا نسيب. اضرب اضرب. ذبحت ذبحت الحمد لله الحمد لله. ايش في ذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صابون صابون انتبه. هذا قوي هذا قوي. بسم الله بسم الله صابون. بسم الله رب رب رب. بموت انا بموت. اندس اندس. لا 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 والله قوي. موت ذبحته الحمد لله. والله بغيت اموت يا صابون. والله بغيت اموت. غير نستدمي عند الشجره. بسم الله هات التفاح هاتني اعوذ بالله. خلاص خلاص هاتني. والله بغيت اموت. والله بغيت اموت. بغيت اموت. ايوه ايوه يا تتهرب منه. تخليه يهجمني. لا تحب علي. ايوه شوف رجولي كيف. وش ذا وش ذا وش هذا؟ هذا راسه هذا راسه. وش واو واو راسه. والله راسه يخوف المسير. بس صابون بشوف راسك انت لما تمسك انت ايش يصير. واو شو. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يخوف صابون تخوف. لا 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 ما ينفع ما ينفع. متى تحول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه خلنا نصيد خلنا نصيد. نبغى نصيد كذا تصيد يا حبيبي يا صابون كذا تصيد. نبغى نصيد انا زياده. تجد صابون صابون اعطني جلد عشان اقول اقول صابون. ايش انا مين؟ مين اللي تعال صابون اسمعني اسمع الكلام. تعال يا صابون تعال يا صابون اسمع. ها تعال انت بتاخذ كل شيء. عطني عطني خلنا نشوف كم جبنا عشان نروح بال اسلحه. نبغى نروح بال اسلحه. وين وين يلا طيبه. والله مشكله انك مشكله. خلاص خلاص نزل نزل هذا نزل هذا. خلنا نروح هناك كلنا صيد يا صابون. لا تخرب علينا لا تخرب علينا اللي احنا بدنا الصيد. تعال 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 خلنا نروح هنا نصيد ونشوف لنا اشياء جميله نصيدها. وتعال يا اخي يا اخي احنا نسينا ايش؟ نسينا الحليب السحري. نسينا الحليب السحري. تعال تعال خلنا ندور خلنا ندور. والله ما ادري. ايوه ايوه لازم يجيب لازم يجيب. خلنا نصيد خلنا نصيد. اي هذا نمر. موت موت. لا صابون قدري. بسم الله بسم الله. اوه الحمد لله الحمد لله. صابون وين رحت؟ صابون بسم الله. هذا ايش؟ لا 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 ابغى ابغى ابغى. في ساحر هنا في ساحر هنا. صابون ابغى اشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم لازم اروح اكلم اسمع صابون اساله عن الحليب السحري. ممكن تعرف ممكن تعرف فيه لاني والله سيني سيني. صابون انا ما بجي معكم ما بجي. انا هذه الاشياء انا هذه الاشياء تخوفني مره مره تخوفني. يا خواف يا خواف يا خواف. خلاص طيب اجلس اجلس هنا اجلس هنا بكيفك. خلاص بكيفك بكيفك يا صابون بكيفك. ما تبغى ايش فيك جيت؟ لا لا تكبني لا تكبني انا اخاف اخاف اخاف. طيب طيب يلا تعال تعال معي. طيب المفروض من بدري تيجي معي. والله من جد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صابون صابون والله انا اخاف من السحر الشرير. والله مره اخاف منه. تخيلوا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. صابون صابون اهرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ها ها ايش في ايش في؟ السلام عليكم. ايش جابكم هنا؟ ايش جابكم هنا؟ احنا كنا والله جايين نصيد وحيوانات وكذا انتم تعرفين وجينا شفنا بيتك. انت السحر الشرير ما غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هذا بيت الريف. اجي هنا اشوف المكان مره كويس. وانا اشوفك واقفه تفرجين فينا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بغينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع يا عم اسمع. ايش تبغون؟ احنا جايين نبغى نسالك. ارسلنا باع الاسلحه كنا نبغى نصيد بس نبغى قال لنا في حليب ملون نادر جدا. اذا تقدرون تجيبون لي بكون يعني بشكركم يعني بكون بشكركم كثير. ونبغى منك انت ما شاء الله انك ساحر وفنان وتعرفين في التعويذات والذا. نبغى بسم الله نبغى الملون الحليب الملون. ما ترغي مرة كثير. اسمع الحليب الملون خلني اشوف ايش فيه. الحليب الملون جيب لي وردة بيضة وصفرة وحمرة. ما احب اعيد كلامي. بسم الله خلاص ابشر 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 اجيبها. صابون صابون
والله اعطت المهم شيء سجادة سجادة بس لا تخاف، لا تخاف شعبوت، هي دائما تضبط دائما تضبط. قالت لها ثلاث وردات صح؟ سهلة سهلة، هذه وردة صفراء هلا والله، باقي وردة حمراء ووردة بيضاء، ومنين نجيب؟ تعال تعال خلنا ندور، خلنا ندور هناك، تعال تعال شعبوت بسم الله، هذه حمراء، هذه حمراء، هنا هنا في حمراء. شعبوت جيب جيب لنا بيضاء، شعبوت جيب 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 وردة بيضاء، جيب وردة بيضاء، وانت ورا روح دور جيب وردة بيضاء. هذه وردات بيضاء بس هذه اتوقع ما تنفع. انا جيت على الورد الحمراء، خلاص صفرة وحمراء، والله ايش بتسوي ذي؟ معقوله بتسوي حليب بالورد؟ هلا والله شبوت. اي هذه الورد البيضاء، اي شكلها شكلها هذه الورد البيضاء، ولا شوف شوف تاكد، والله ممكن ما هي هذيك، هذيك الورد البيضاء الصح، هذه هذه ما هي ورده بيضاء يا شعبول، هذه نبته، هذه الورد البيضاء. خلاص خلاص تعال 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 نروح للساحر الحين نعطيها الوردات هذه النتيجه، ان شاء الله ان شاء الله تجيب لنا الحليب الاول باذن الله باذن الله. نشوف الساحر وين من راحت. بسم الله الرحمن الرحيم، من راحت؟ هي هذيك هذيك عند شكل عند بيتها ولا في الكوخ حقها. يلا صابور، والله ما ادري ويني، ما ادري ويني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه النتيجه بسم الله. يا عمه يا عمه جبنا لك، جبنا لك كل شيء، والله حموس عبود، شفت الطير شفت الطير شفت الطير يا سعبود. بسم الله الرحمن الرحيم، خذي 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 هذا 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 الورد حقك، ان شاء الله ان شاء الله يمديك، ان شاء الله يمديك. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال واستعان بي الرحمن الرحيم. ايوه يا ما حطيت يا زين، تبي تحط الاشياء دي، تبي تحط الاشياء هذا، اي ما حطيت هذي الناس، هذا ايش هذا؟ دقيقة دقيقة، ايوه ايوه لازم لازم كلها تخش، لازم كلها تخش، لازم بس وردة وحدة حطتها. شوف ايوه الان، بسم الله الرحمن الرحيم الان، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. وش اللي صاير يا سابور؟ والله اني خايف. هاي يا عمه بشري بشري، وش هذا؟ لا 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 السحر حقك، وهذا تجي عند الخير، وخر شبول وخر، ارميها. ايش 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 وخر وخر عني، هذا ارميها. اسمع هذه، ارميها ارميها على البقره وتتحول ملونه، ارميها على البقره وتتحول ملونه. انا ايوه انا مالي شغل كويس، مالي شغل، انت فتير بالنبي المويه. بسم الله الرحمن الرحيم، والله ده تعال شبول، سحبول من جدك وتروح وراها يا سحبول، ضيع عم سحبول. انا فكرت عمتي عمتي، وخر عمتك مين؟ وخر وخر، تعال تعال بس تعال يا سحبول، اعوذ بالله، تعال سحبول سحبول، تعال. والله اني تعبت الحين، بس بقينا نجيب بقره، بس بقينا نجيب بقره، نروح لبائع الاسلحه، تعال خلنا ندور بقره. اركب اركب معي، اركب معي، اركب معي، اركب معي الظاهر. اي هذه بقره، هذه بقره يا سحبول، هذه بقره، تعال تعال الحمد لله لقينا بقره، تعال تعال اي سحبول سحبول، اسمع اسمع سعبول سعبول، اسمع العلم اسمع العلم، ابغى الان ارميها، وهذا ترى اغلى شيء عندنا بيكون، للمره بتكون غالي اذا نجحت الخطه. بس وين راحت البقره؟ وين راحت يا الله؟ ويني ويني يا ذي؟ تعال 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 البقره، تعال تعال، يلا مستعد مستعد سعبول، واحد اثنين ثلاثه، اوه بسم الله، اوه اوه يا سعبول، انا احس انه احس انه مخي بيفتح. سعبول والله حتى انا معقولة في بقرة كذا ملونة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، شوية ما تتحرك سلم، شوية التفتت، تعالي تعالي يا بقرة يا بقرة، والله شكلك تسمع كلام يا بقرة، تعالي تعالي، واو واو واو، لازم 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 لازم، لا تعال تعال سعبول سعبول سعبول، تعال معي، تعال 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 سعبول، يا سعبول يا سعبول يا سعبول، تعال لازم نروح بها الأسلحة، لازم نروح بها الأسلحة، تعال وين رايح أنت؟ تعال معي تعال معي، تعال تعال، أبغاك اسمع اسمع، أبغاك يا سعبول لا تصير خواف، أبغاك تشيل البقرة دي ونروح لبها الأسلحة ونأيش ونوريها البقرة، لأنه هو اللي إيش؟ هو اللي بي يبغى البقرة هذه، يبغى الحليب حقها الملون شكل. يلا 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 شيله شيله، تعال شيله تعال سعبول، وين دبابي دبابي وين؟ دبابي هنا هنا، يلا يا سعبون يلا يا سعبون يلا يا سعبون يلا يا سعبون، يلا يا سعبون، ايوه ايوه يا عيني، اسمع اسمع، شيله شيله وتعال شيله تعال، المحل هنا قدامنا عشان ما يمديك تركبها بالدباب،
الله يعينك عاد سعبولي، ان شاء الله ان شاء الله ما يسحب علينا، ان شاء الله ما يسحب علينا. آه يا الدباب حقي يا أخي، لي ساعة انتظرهم ما أدري وينهم، ما أدري وينهم. سعبول وين ذا؟ إيه هذا جاء، يلا يا سعبول وينك تأخرتوا؟ يا الله والله البقرة جميلة، وش ذا؟ والله جميلة، بدخلها متجر. اسمع انتظر هنا يا سعبول، ولا تسوي لنا مشاكل وتسوي لنا مصايب، انتظر لي هنا. وايش بروح ابوريها باع الاسلحة، لان باع الاسلحة اذا شافك ترى يزعل منك، وترى لحد انا زعلان منك. يلا يلا يا البقرة، بقرة اسمعي، بقرة ذكية، اسمعي انت بقرة اسطورية، بروح للباع الاسلحة. تعال وراي، تعال بسم الله، والله تنقص بعد، تعال وراي. يلا يلا بسم الله. السلام عليكم يا ام. وين ذا؟ وينه؟ هلا يا عم، يا عم شوف هذه البقرة السحرية، شوف كيف ملونة. واو لقيناها يا عم بطريقة أسطورية. هذه البقرة ترى تدري قالت لنا الساحرة هي اللي طلع لك الحليب الملون. تخيل يا عم. وتبغى اسمع، انا جبت لك هنا تبغى تحلبها وطلع منها الحليب هذا ملون على كيفك. بس انا شوف اقول لك تاخذ منها 5 مرات بس، يعني ما تكثر، عشان احنا نبغى نبيع الحليب هذا ونجيب منه دايموند كثير، نبغى نجيب منه دايموند وتعطينا دايموند، ايش رايك؟ دقيقة بس اجيب البكتات واحلبها الان. الان بناخذ منها الحليب الاسطوري. خلنا نشوف. ايوه يلا، 1 2 3. اوه واو، حتى البكت صار كبير. ايوه والله عباه. ايوه خلاص يا عم، كذا اعطيناك 5 من الحليب الملون. الله يعافيك، الله يعافيك. يلا عطنا الدايموند، انت قلت في دايموند تدينا اياه عشان الحليب هذا. دقيقة 5 حليب، 5 حليب كثير مرة، الحليب الاسطوري ذا الملون دايموند مرة مهم. عطنا دايموند. والله البقرة دي مرة جميلة، شوف عيونها زرقاء بعد، أول مرة أشوفها زرقاء. وخر عسل هذا، ساكين 3. يا عيني يعطيك العافية. خلاص أتوقع كثير يا عم، 7 8 9 10 11 12. والله يا مرة غالي، 14 15 مرة غالي، يعطيك الف عافية يا عم. هذا شيء انا من متى عادي حبه، والله يعطيك العافية، من متى ابغاه. والله انت والله يعطيك العافية، والله انك ما قصرت، بروح اعلم سعبول. يلا يا بقرتي، تعالي معي، انا اروح اكلم سعبول. يلا يعطيك العافية. سعبول يا سعبول، وين ذا سعبول؟ لا حول ولا قوة الا بالله. سعبول من جدك يا سعبول، بعت البقرة. انت شكلك ما تدري كم دايموند اعطتني، اعطتني 10 ستاكات دايموند هذه بس من الحليب حقها. اللي ما تستحي انا ما ادجيك. روح حتى دايموند وتاخذ. انا فكرت سحرية ما تموت. هذه كانت تدينا الحليب الاسطوري، ولعشان لك ذبحت الان. شوف تدري من باع الاسلحة اعطاني. شوف كم دايموند اعطاني دايموند يا كثرة، تعال ذبح البقرة الاسطورية اللي نقدر نجيب منها دايموند مرة كثير. لا حول ولا قوة الا بالله، انا خلاص زعلان، بروح بالبيت حقي. والله انها مشكلة كبيرة. عاد انتم اسمعوا، حطوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان ايش؟ عشان اكون انسان مرتاح، ماني زعلان زي من هذا سعبول، ازعجني والله مصيبة. يلا نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.